وبركاته، معكم محمد صالح، النشرة الإخبارية الأسبوعية نبدأها بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يدعو بورما إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة. القوات البورمية تغتصب 32 فتاة روهنجية ببلدة بوتيدونغ بولاية أراكان. حملة اعتقالات جديدة تستهدف القرى الروهنجية بولاية أراكان. رهبان يروجون لشعارات طائفية تدعو إلى العنف في ولاية أراكان. لجنة حكومية تصل إلى بلدة مندو بولاية أراكان وتعقد اجتماعات مع الروهنجيين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشارت الإحصائيات والتقارير الدولية إلى تعرض آلاف الروهنجا لخطر المجاعة وسوء التغذية إثر الحرب الدائرة في ولاية أراكان ضدهم، والتي اندلعت شرارتها في 9 أكتوبر الماضي. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية كريستوس بعد زيارته للولاية أن هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول عاجلة لعدة مواضيع مهمة، من بينها تسهيل إيصال المساعدات الإغاثية في المقام الأول. وأشار كريستوس إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا حكومة بورما إلى تسهيل إجراءات إيصال المعونات الغذائية إلى المتضررين من العمليات العسكرية التي تشنها القوات البورمية في عدة ولايات في البلاد، من ضمنها ولاية أراكان، أكثر الولايات عرضة للمخاطر الأمنية والمجاعة. وكان المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية قد تفقد الأوضاع في ولاية أراكان في زيارة رسمية، والتقى بمسؤولين حكوميين في أكياب عاصمة ولاية أراكان، وحثهم على إيجاد حلول حقيقية للمشاكل والعنف في الولاية، معلناً في ختام جولته عن تخصيص 12 مليون يورو لتمويل المشاريع الإنسانية في ولاية أراكان. أفادت مصادر محلية بأن القوات البورمية قامت باقتحام قرية رمفرا ببلدة بوسيدونغ بولاية أراكان، وارتكبت عمليات اغتصاب جماعي بحق 32 فتاة بعد أن دمرت المنازل ونهبت الممتلكات الثمينة. وأشارت المصادر إلى انتشار عدد كبير من القوات البورمية في البلدة منذ الأسبوع الماضي، وقيام الوحدات المنتشرة في القرى الروهنجية بممارسات فظيعة من ضرب عشوائي واعتداء على الشيوخ والأطفال والنساء واقتحام المنازل في الساعات المتأخرة من الليل. يشار إلى أن البلدات الروهنجية بولاية أراكان تشهد هذه الأيام عمليات أمنية واسعة واقتحامات عشوائية بحجة البحث عن مسلحين مطلوبين لدى السلطات. تواصل القوات البورمية في ولاية أراكان استهداف البلدات والقرى الروهنجية في حملة اعتقالات جديدة تركزت في القرى التي شهدت عمليات عسكرية وأحداث دموية. وكانت حملة الاعتقالات الجديدة قد بدأت قبل أسبوعين، حيث تم اعتقال العشرات من الروهنجا بتهمة إيواء مسلحين ومطلوبين لدى السلطات. وأفادت مصادر محلية أن وحدات من الجيش اقتحمت قرية شونالفرا بقرية بوليبازار الواقعة شمال بلدة مانجدو بولاية أراكان، وقامت باعتقال 3 روهنجيين بعد أن نهبت الأموال والمقتنيات من منازلهم. وبحسب إفادات السكان فإن القرية تعرضت لأعمال تخريبية وإتلاف للمحاصيل الزراعية وتدمير للأثاث ومستلزمات الطبخ، ولا زالت القرية محاصرة من كل الجهات. وعلى صعيد الاقتحامات، فقد استهدفت القوات البورمية قبل عدة أيام قرية ناربيل بحجة وجود مسلحين فيها، حيث نفذت عمليات تفتيش واسعة في القرية بعد إجبار السكان على الخروج إلى العراء. كشف مصدر محلي أن بعض الرهبان المتطرفين في ولاية أراكان يروجون لشعارات طائفية تدعو إلى العنف والكراهية، وأن هناك محاولات لإثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والبوذيين واستغلال الأوضاع والظروف الحالية عن طريق بعض المنتمين إلى الديانة البوذية من عرقية الموغ. ويؤكد مراقبون للوضع أن زيارة الراهب المتطرف ويراثه لولاية أراكان والتقائه بقيادات دينية بوذية وأعيان القرى البوذية كان لها دورا في تأجيج مشاعر الكراهية والعنف
ضد الروهينجا من جديد بعد أن كان وراثه سبباً رئيسياً في اندلاع أعمال العنف ضد الروهينجا عام 2012. قالت مصادر محلية أن لجنة حكومية وصلت إلى بلدة منقدو بولاية أراكان وعقدت اجتماعاً طارئاً مع أهالي قرية توابك الواقعة شمال البلدة. وبحسب المصادر فإن اللجنة الحكومية قامت بعقد اجتماع مع أهالي قرية توابك في إحدى المدارس بقرية هاوربيل، حيث عرضت اللجنة على أهالي قرية توابك المتضررين من العملية العسكرية الأخيرة التي شنتها القوات البورمية في البلدة مجموعة من الإغراءات تضمنت تقديم 200 ألف كيات بورمي وتوفير بعض المستلزمات الأساسية للعيش مقابل التنازل عن حق العودة إلى منازلهم الأصلية والبقاء في مخيمات تجهزها الدولة، الأمر الذي رفضه الأهالي جميعا مؤكدين تمسكهم بحقوقهم وحق العودة إلى منازلهم وأراضيهم. وأكد عدد من الحاضرين للاجتماع أن الإغراءات التي حاولت اللجنة تقديمها كانت خطوة مكشوفة للإيقاع بالروهنجيين في فخ جديد بأسلوب درامي ومؤثر، وأن الروهنجيين رفضوا الإخضاع لهذه العروض لأنها مؤامرة خطيرة واضحة المعالم تستهدف النازحين من القرية والعائدين لها تمهيدا لإحداث تغيير ديموغرافي جذري بالبلدة. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة أرفجن العربية. شكرا لطيب المتابعة.